صباحكم سعيد، أهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة مباشرة من أستجوهات الشروق الإخبارية. وفي مستهل هذه الجولة الصباحية بين الصحف الوطنية، يومية الشروق تأتيكم بثلاث عناوين رئيسة، حيث خصصت صدر صفحتها الأولى إلى حادثة طرد الكيان الصهيوني من المجلس الإفريقي، وكتبت الكيان الصهيوني قف. في عناوين أخرى، سحب السفير الفرنسي من الجزائر في أوج العاصفة، ولوح لن يغادر السجن، والقضاء لا لدمج العقوبات. وفي عناوين فرعية تقرؤون، جنايات وهران، محاكمة متهمين بتهريب 14 مليون يورو في استيراد مزيف. تقرؤون مشاهدينا فيما يخص الحدث التي تعود إليه يومية الشروق في صفحتها الثالثة هذا المقال: طرد وفد للكيان الصهيوني من القمة الإفريقية، حيث تدخلت الجزائر لطرد وفد عن الكيان الصهيوني تترأسه نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة خارجية الاحتلال شارون باري رفقة السفير الكيان الصهيوني بأديس أبابا، بعد أن حاول التسلل خلصة إلى القاعة المحتضنة لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية باستعمال بطاقات دخول أشخاص آخرين، إلى أن وفد الجزائر تفطن لهم وطلب رفقة ممثلي جنوب إفريقيا من رئاسة الاتحاد طردهم. في عناوين أخرى مشاهدين تفصل فيها يومية الشروق، تطالعون بالدهري على كل القطاعات فتح أبوابها لحاملي الدكتوراه والماجستير. أكد كمال بالدهري وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن شروع الوزارة منذ شهر جانفي المنقضي في عملية إحصاء شاملة لحاملي شهادة الدكتوراه والماجستير من خارجي المؤسسات الجامعية الجزائرية وحاملي شهادة أجنبية معادلة لها من خارجي الجامعات الأجنبية، الإجراء وغير الإجراء لا يهدف إلى تنظيم توظيف مباشر، وإنما يندرج ضمن ضبط تعداد هذه الفئة وميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه، وذلك بغرض دراسة سبل الكفيلة التي تسمح بدعم التأطير البيداغوجي بمؤسسات القطاع في حدود تفاصيل هذا الموضوع مشاهدينا في يومية الشروق. تطالعنا كذلك مواضيع الاختبار الفصلية تحت مجهر وزارة التربية، حيث أمرت وزارة التربية الوطنية من خلال مديريها التنفيذيين رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث بضرورة التحضير المبكر والجيد لاختبارات الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري التي ستجرى شهر مارس المقبل، من خلال إخضاع كافة الأسئلة لرقابة دقيقة وصارمة، وذلك لكي لا يتسنى لهم إسقاط المواضيع ذات الطرح السياسي والإيديولوجي، على اعتبار أن الأساتذة بصدد مخاطبة تلاميذ صغار السن ومراهقين. عناوين أخرى تأتيكم بها يومية المساء في عددها الصادر لنهار اليوم: إصلاح مجلس الأمن لإنصاف الأفارقة، الجزائر ستعمل على تمثيل القارة بمجلس الأمن، وعلى رأس الصفحة الأولى: الجزائر تفضح محاولة تسلل الوفد الصهيوني إلى القمة الإفريقية، وعملية الطرد تمت دون مناورات، تعنون الشروق على رأس صفحتها الأولى. تقرؤون في قطاع التربية: زيادات الأجور وضبط مستحقات مستخدمي التربية، وتفصل في هذا الموضوع في صفحتها السادسة. في تفاصيل هذه اليومية يمكنكم مطالعة هذا المقال: الجزائر ستعمل على تمثيل القارة بمجلس الأمن بداية من 2024، حيث جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس بأديس أبابا التزام الجزائر بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الأممي، مؤكدة بأنها ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن، مع سعيها لإعلاء صوتها ومطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة. تفاصيل أوفى في يومية المساء. أخبار اليوم مشاهدينا تخصص صدر صفحتها الأولى لتصريحات الرئيس في هذا الشأن، وتعنون بالبنط العريض: سنواصل العمل لإعلاء صوت إفريقيا، حيث أكد رئيس الجمهورية تمسك الجزائر بحق القارة في عضوية مجلس الأمن. أسفل الصفحة الأولى: هكذا عرضت فرنسا حياة الجزائريين للإبادة والتشويه. وتعود هذه اليومية إلى شهادات
لمجاهدين من الولاية الرابعة التاريخية وكذلك للمختصين. في عنوان رئيسي آخر يمكنكم قراءة 1.3 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر، وأزيد من 30 ألف منها ولدت العام الماضي. رئيس وزراء فلسطين يتقدم بالشكر للجزائر، وصنع الغاز تباشر عملية تزويد البيوت مجانا بكاشفات غاز أحادي أكسيد الكربون أو بكواشف غاز أحادي أكسيد الكربون. تطالعون ضمن الخبر الصادر بنهار أو بتاريخ اليوم، استنفار في قطاع التربية تفاديا لأي تأخير في صب الزيادات في الأجور شهر مارس المقبل، والجزائر صوت إفريقيا في مجلس الأمن الدولي. تطالعون مشاهدين ضمن افتتاحية المسار العربي هذه العناوين. عناوين تأتيكم كالتالي: الجزائر متمسكة بحق إفريقيا في عضوية مجلس الأمن الدائمة، ورئيس الجمهورية يجدد هذا المطلب المشروع. عدد مستخدمي البطاقة الذهبية سيرتفع إلى 14.5 مليون في شأن مالي، وصنع الغاز تباشر عملية تزويد البيوت مجانا بكاشفات الغاز. وفي تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال: ضرورة مراعاة المعايير المعمارية لتسيير وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الإدارات العمومية. هذا ما أمر به وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم الراد في تعليمة وجهها إلى ولاة الجمهورية بضرورة مراعاة المعايير المعمارية اللازمة لتيسير وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرافق والإدارات العمومية، حسب ما أفاد به أمس السبت بيان للوزارة. في الصحافة العربية تطرقت يومية العربي الجديد في صدر صفحتها الأولى إلى كوابيس ما بعد الزلزال، وخصصت حيزا من صفحتها الأولى إلى القمة الإفريقية وطرد الوفد الإسرائيلي من الافتتاح. في الصحافة الأجنبية اخترنا لكم مشاهدين عدد اليوم من يومية لو باريزيان الصادرة بتاريخ اليوم، والتي عادت إلى الوضع في أوكرانيا بعد سنة كاملة من اندلاع الحرب هناك. بهذا نختم وإياكم عدد اليوم من معرض الصحافة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.